الوظيفة تعني له كل شيء بالحياة، لأنه أساساً أنا عندي حب للزراعة إضافة إلى أنه من طبقة فلاحية. الموظف مرسوم عذاب جبر عملي خدمة المواطن من خلال تواجدي كمسؤول مشتى الغابات مديرية زراعة الديوانية. عدد سنوات الخدمة 28 سنة، حاصل على شهادة البكالوريوس علوم زراعية قسم البستنة. رمانات عالية في العربان الرزاق، أنا مود نزرع. عملي هو اليومي، يعني المعتاد عليه هو توجيه الموظفين لأعمالهم اليومية ومتابعتهم. أنا بالنسبة لي أشتغل بيدي، العمل ما يكون ناجح إذا ما كان مسؤول الموقع هو يشتغل بيده ويكون قدوة للشغل بالنسبة للموظفين الباقين. عملنا هو توسيع الحزام الأخضر والرقعة الخضراء في بلدنا، وبحيث يكون زراعة الأشجار ثقافة تتعود عليها الناس لغرض التقليل من التلوث. فكل ما تكثر الأشجار وتكثر الرقعة الخضراء والحزام الأخضر تقلل من درجات الحرارة، تقلل من التلوث، تجعل البيئة تكون البيئة صالحة وبيئة حلوة ولطيفة. كل عمل به صعوبات، والصعوبات اللي واجهتنا واللي لحد الآن قاعدة تواجهنا لحد هذه اللحظة، يعني تصليح الظلة مالتنا، عمل البيوت البلاستيكية نتعاون عليها احنا كموظفين موجودين، نتكاتف ونتعاون من أجل إنجازها. المواطن من ياخذ مني أشجار ويروح ويقول لي أشجار صارت ونجحت كلها، أنا أحس برضا تام، أحس بشعور طيب وشعور جميل. طبعا رسالة للمواطن بأنه يوسعوا من التشجير ويوسعوا من الرقعة الخضراء اللي موجودة، وإحنا مستعدين لخدمتهم في كل وقت ضمن مجال عملنا هذا اللي نشتغل فيه.